إدارة منتدى شباب العالم كمان أعلنت أنها السنة دي تحديداً، لأننا بنقول أنه في إجراءات احترازية وفي كورونا متحور أوميكرون، إلا الإدارة أعلنت أنها هتستخدم السنة دي تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا المستجد. بالتأكيد إيه اللي هيحصل السنة دي في فعاليات النسخة الرابعة؟ إدارة المنتدى قالت كده، وضحوا أنه التقنيات بتضم روبوت متطور بيعمل على تعقيم القاعات، ورابط آخر بيقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين، وتوزيع طبعاً أدوات التعقيم والمعلومات الكافية داخل القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى رابط يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور. ودي حاجة لطيفة، أعتقد الناس هتبقى مستنية تشوف هيحصل ده إزاي. كل أبواب القاعات والقاعات وجلسات طبعاً ووسائل الانتقال كلها ذاتية التعقيم، بحيث تمنع انتقال العدوى في حالة ظهور لا قدر الله حالات إصابة. وكمان اللطيف جدا أنه طبعا إحنا واعيين أنه ممكن يحصل، ففي كتير من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا غرف العزل المعدة لا قدر الله إذا ظهرت حالة وكيفية رعايتها. الخطة اللي أعدت من قبل إدارة المحكمة من قبل إدارة المنتدى تعاون فيها بالتأكيد أجهزة الدولة، شركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين. في حاجة لطيفة جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، لجان تنظيم المنتدى مش هتتخيل خلايا النحل المشغالة. اللجان كل في تخصصه وكل عارف دوره، وشباب يفرح القلب. زاد علينا السنة دي فريق طبي من ضمن هذه اللجان، فريق طبي عنده الإمكانات المتخصصة لفحص ومتابعة أي حالة ممكن نشك في إصابتها بكوفيد 19 أو متحور أوميكرون. وزي ما قلنا كده، جاهزية الغرف للعزل لا قدر الله. إحنا مدركين أنه قد إيه مش بس صعوبة الإدارة، لأن أنا متأكدة أنه إدارة المنتدى خلاص بقت خبيرة جدا في إدارة الأعداد الهائلة، لكن كمان صعوبة المحافظة على الإجراءات الاحترازية، واللي متوقعين إن شاء الله أنها تكون بصرامة شديدة عشان تضمن أننا نقدم الصورة دي اللي احنا عايزين نقدمها، وعودة الحياة، وكمان كل يقدر يحافظ على نفسه قدر الإمكان. خلونا بقى نروح يعني فعلا لمجموعة من الأسئلة زي ما كنت بقول لحضراتكم. منتدى شباب العالم بيقدم إيه لمصر في الخارج؟ بيقدم الصورة الذهنية. نجحنا في تغيير الصورة الذهنية مش بس عن شباب مصر، لكن عن قدرة مصر على تنظيم حدث هائل بهذا القدر. قدرة هائلة على التواصل مع ضيوف من مختلف البلاد، مختلف الجنسيات. احنا بنقابل في المنتدى شخصيات كنا بنقرأ عنها وبنسمع عنها وبنشوف خطواتهم البارزة وإنجازاتهم الحقيقية. الاختيارات يعني خليني عشان ما بقاش ببالغ، يعني 90% منها مبهرة، لأنه أنت بتشوف ناس فعلاً مميزين وفعلاً أضافوا، مش بس المشاهير. والحاجة التالتة، أهمية المنتدى للشباب المصريين، أنه تخيل كده أنه إحنا حتى الناس بتشتغل مثلاً في مجال الإعلام، إيه الفرصة اللي نشوف بعض فيها؟ مفيش فرصة بالمناسبة. الناس بتشتغل في مجالات الإدارية والحكومية في الدولة، مفيش فرصة بالمناسبة. كل واحد بيشتغل في مكانه على مدار السنة. فكرة التلاقي وطرح الأفكار وطرح المشاكل وطرح الحلول دي كانت كمان واحدة من المكاسب اللي خلينا نقول عظيمة جدا حتى للمصريين. الشباب انهم يقابلوا الوزير ماشي جنبه في الطرقة ويسلم عليه ويسأله ويتناقش معاه، انه يحضر جلسة ويناقش مسؤول كبير في الدولة، انه يسمع من ناس بتحط خطط ورؤى لمصر 2030. كل دي مزايا وفوائد لمنتدى شباب العالم على هامش الرحلة الطويلة اللي المنتدى بياخدنا فيها.